كانت مقابله زوينه ما بين المنتخب المغربي والمدير ديال البلجيكي. الدراري كان في مستوى كبير بزاف، الجمهور كان في واحد المستوى اللي عالي اللي ساندهم حتى لاخر رمق، ونتمنى ان شاء الله الفوز مع المنتخب كندا ان شاء الله. ديما المغرب برافو. كيفاش هادشي الاجواء اللي كانت المنتخب المغربي انه يسجل الهدف الاول؟ والحقيقه كانت واحد خيبه امل، ولكن ما فقدناش الامل الحمد لله. كانت الدعوات الخير وكان الامل ديما، وبقينا قاطين الرمق الى اخر المباراه. هدف تاني كانت الختام وانيس، والحمد لله كانت نتيجة مرضية الحمد لله الحمد لله. وديما معي شكرا، وشنو هو الأمل ديالك في الماتش المقبل إن شاء الله؟ شكرا. شنو هو الإهداء اللي غتقدميه للإخوان من الجمهور المغربي كاع؟ هذا الإهداء للشعب والجلالة المغربي، هذا ذاته إهداء كبير لجلالة المغربي. هذا عصر رياضي غريبي كتحتفل به داخل المملكة المغربية. الحمد لله، شكرا. مغربي مغربي ودمي ما يتباهى، غريبي غريبي ودمي ما يتباهى، دمي ما يتباهى. وراك 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 سيدي، سيدي يا سيدي يا سيدي وحبيبي، سيدي يا سيدي يا سيدي. وراك ما يتباهى والحب والنداء، وراك ما يتباهى والحب والنداء. غريبي غريبي ودمي ما يتباع، غريبي غريبي غريبي.
مستوى كبير بزاف. الجمهور كان في واحد المستوى اللي عالي اللي ساندهم يشدوا لي حياة وعينيه شدوا لي مال وانا العهد منخوم ديما مغربي نكون يشدوا لي حياة وعينيه شدوا لي مال وانا العهد منخوم ديما مغربي نكون ضيع في هالكون حياة في المنكون لكن ما فقدناش العمل شكون شكون حاني مغروم كنت العمل ديما مغربي مغربي ودمي ما يتباه مغربي مغربي ودمي ما يتباع دمي ما يتباع كوراك 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 يا سيدي كالختام وعنيس والحمد لله سيدي يا سيدي يا سيدي وحبيبي سيدي.